الآن الجمهور يا شباب يتعرف عليكم، يمكن ما بعد كونتوا القاعدة الجماهيرية الكبيرة، لكن الجمهور دائما في البرامج. يمكن من أيام كاريزما كنا متعودين في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني يسوون نظرة كاملة على المشاركين، من اللي راح يوصل من المشاركين ومن اللي ما راح يوصل. هذه ترجع لكل متسابق الفروقات الفردية. ما شغلك المايك يا نواف؟ أشغلك المايك ولا شلون؟ لا والله بثبت زي. ففي ناس تصل في الأسبوع الأول، في ناس تحتاج إلى أسبوعين عشان يوصل للجمهور، وفي ناس لا يمكن ما تبين إلا في الشهر الأخير من البرنامج، يعني بعد 60 يوم. لكن المشكلة إذا تغادرت في البرايمات الأولى وما قدرت توصل للجمهور، كذا أنت ما تكون حققت الحلم اللي أنت به، لا من ناحية الجمهور ولا من ناحية أنك تكون شخص إذا غادرت يكون لك كلمتك مسموعة. الآن يا شباب أنتم في فرصة، يمكن أنتم الآن ما تعرفون قيمتها، لكن إذا غادرتوا وشفت ردة الفعل اللي برا، إذا أنت والله يا ليتني استفدت من الأيام اللي كنت موجود فيها. قبلكم يا شباب نسخة حققت كل شيء، من الأرقام ومن الحضور ومن الجمهور ومن كل شيء، وسلمتكم شاشة قوية. الآن الدور عليكم أنتم تكملون هالنجاحات وتسلمون ما بعدكم شاشة قوية. بعد أنتم بعدكم برنامج ينتظر نجاحكم عشان تسلمون الشاشة أقوى، مثل ما كاريزما سلمت البزنس، والبزنس سلم سكريبت، وسكريبت سلم جنتل الآن.